في مشهد مكرر وقف دونالد ترامب أمام أنصاره ليعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد أن حسم المنافسة التي لم تستطع استطلاعات الرأي الكثيرة ترجيح كفة أحد الخصمين فيها. وأمام أنصاره وصف ترامب نفسه بالرئيس الأمريكي 47 للولايات المتحدة، أعاد التأكيد أنه سوف يعمل من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، موجها الشكر للذين صوتوا إليه. ترامب الذي كان يتحدث وإلى جانبه عائلته اعتبر أن تحقيق حزبه الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ يعد بمنزلة تفويض غير مسبوق في تاريخ البلاد، واعدا بالعمل على إصلاح الأوضاع، مؤكدا أنه سوف يغلق الحدود حتى لا يكون هناك سبيل للدخول إلى أمريكا إلا بصورة قانونية. شريك ترامب في الترشح وفي الفوز نائبه جيدي فونس وصف الانتصار الجمهوري بأنه أعظم عودة سياسية في تاريخ أمريكا، مؤكدا أن الإدارة الجمهورية الجديدة ستقود أعظم انتعاشة اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة، وأن الحكومة الجديدة ستحارب تحت قيادة ترامب من أجل كل مواطن أمريكي على حد قوله. انتصار الجمهوري دونالد ترامب هذه المرة يختلف عن فوزه في 2016، حيث حقق هذه المرة في مواجهة منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس أغلبية شعبية، فضلا عن أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، بينما اقتصر فوزه قبل 8 سنوات على هيلاري كلينتون على أصوات المجمع الانتخابي دون التصويت الشعبي، مما قد يوحي بأن غالبية الناخبين الأمريكيين يرون أنه لا يزال من المبكر أن تجلس سيدة خلف المكتب البيضاوي.